هو يعني الواحد ما يقدرش يقول حاجة ولا نقدر نأجل لغاية الأحوال ما تتحسن. ما ناس كتير حالها على ده الحال. يا نوارة يا بنتي، ده العصفورة بتبني عشها قشاية قشاية. وصلت لإيه يا باب كلامك؟ على البركة يا بنتي. خلاص وأنا كمان على البركة. خلاص يبقى نكتب الكتاب في السيدة نفيسة عشان البركة تحل علينا. السيدة نفيسة؟ لأ، مسجد السيدة نفيسة ما ينفعش. ليه يا ابني؟ هي سيدة نفيسة رضي الله عنها مزعلاك في سيدة زينب وسيدة عائشة؟ ما ينفعش. الجوامع اللي فيها أضرحة ما ينفعش إن أنا أعقد قراني فيها. وإن شاء الله سيدنا الشيخ شفيع هو اللي هيعقد القران. أيوه يا ابني، بس سيدنا الشيخ شفيع ما هوش مأذون. برضك مش هيجرى حاجة يا عم ربيع لما يعقد القران، والمأذون يبقى يعمل بيت الإجراءات. طب والفرح؟ فرح إيه يا نورة والكلام الفاضي ده؟ إيه يا سي معتمد؟ هو في جواز من غير فرح؟ ده ايه الحزن اللي عمال يحط على الجوازه ده؟ ما تخرص يا مقصوفه الرقبه. مفيش فرح يا سمعت بنت، امال ازاي الناس تعرف انك عريس وهي عروسه؟ نعمل وليمه. وليمه؟ وليمه نكاح. ايه وليمه نكاح ده؟ هتسكت يا ناقصك يا مقصوفه الرقبه. ايه سمعتني؟ هو خلاص الكلام خلص من الدنيا، مفيش غير وليمه ال وليمه نكاح. ما تقول عزومه فرح وخلاص. وبعدين بقى يا سي معتمد، احنا هنفرح ببنتنا لما تخرج من بيتنا، ولما تبقى معاك انت حر يا اخي.